احنا هناخد مداخلة طبعا من احد الشباب، لكن عفوا مش هيكون اصحاب الصوت العالي. في حد من الشباب جاهز بمداخلة؟ اعتقد ان المنسقين جاهزين يساعدونا في ده. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كل سري وسرور أن أقف أمام فخامة السيد الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. أنا اسمي أحمد شحاتة من ذوي القدرات البصرية الخاصة وليس ذوي الاحتياجات الخاصة. بدرس في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. مدير العلاقات الخارجية بجمعية القلوب مثمرة للمكفوفين بالإسكندرية. طبعا سؤالي لسيادة الرئيس، وأنا بحييه جدا وهو أول رئيس عمل المؤتمر ده وعلى رأسنا من فوق. اختلاف الثقافات والحضارات بالنسبة لذوي القدرات الخاصة. احنا المطلوب من وزارة الثقافة عمل ندوة بكيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة. التعامل ازاي؟ ان الشعب لازم يكون عنده وعي ان الكفيف او المعاق عشان لما يجي يوصله في اي طريق بيحسسه انه عاجز مش قادر يمشي او مش قادر يركب. لا يا جماعة، انت وصله بس ما تحطمش من نفسيته، لان المكفوفين بخير الدكتور طه حسين وعمار الشريعي خطوط حمراء. وانا احب بس اقدم كلمه لسياده الرئيس عن المعاقين في دقائق معدوده او دقيقتين. بيقولوا عني اللي انا عاجز، وانا قصادكم مش عاجز، قدرت اكتب وقدرت اقرا، حطمت بالصبر حواجز. وازاي يقولوا اللي انا عاجز؟ العجز ايد مش شغاله، العجز كلمه بطاله. وازاي ايدي انا قدامكم على الطبل والعود شغاله، كرسي البيانو قعدت فوقه، والاورج يا حلاوته وذوقه، اجمل نغم تسمعه مني والمعجبين جنبي يروقوا. وانتم يا اهلي ويا حبايبي يا كل واحد في صحابي، لو حد يسالكم عني ويحب يسمع من فني قولوا ده متحدي اعاقه، لكن بلاش كلمه عاجز، لكن بلاش كلمة عاجز، لكن بلاش كلمة عاجز. شكرا.